مرحبا بكم، موعد جديد في ما وراء القصة. ما وراء القصة اللي نعرض فيه كل مرة القصص متاعكم، القصص اللي تحكيوهم انتوما للمحقق. قبل ما نجي للحكاية متاعنا المرة هذه، هذا رقم اللي تنجموا من خلاله تخليونا الرسائل متاعكم تفسرونا شوية الحكاية، وفريق المحقق يعاود الاتصال بكم من بعد باش نتعرضوا للقصة والقضية اللي تطرحوها. تشوفوا القصة متاعنا لليوم، قصة وفاة صابر بن عمارة في المرسى. تفضل. تسعة ماي 2020، صابر بن عمارة شاب ولد المرسى، عنده حانوت متاع حجامة، ومن مدة وضعيته المالية لباس، خاصة بعد وفاة جدته وبعد ما قامت ب يعني عديت له الميراث متاعه أو الأملاك متاعها. لكن صابر عنده عديد الإشكاليات، عنده فما شكون يعتبر أنه عنده بعض الأمراض النفسية، ربما عنده إشكاليات زادة كيف كيف مع بعض الناس. الشيء اللي باش يخلي وأنه الوفاة متاعه وقت اللي باش يتلقاه صابر مشنوق في السل دو بان، باش يخلي أمه بالأخص تعتبر أنه حكاية الانتحار مجرد حكاية باش يغطيه بها على جريمة حصلت في حق ولدها. إصرار الأم هذه اللي في كل مرة وهي شادة صحيح باش أنه تتعمل الإجراءات اللازمة وتتبع القضية كما يلزم أملاً في الوصول للحقيقة، يخلي من نجم كان أنه نعرض لكم شهادتها، شهادة هذه الأم الموجوعة ولكنها اللي تطرح نقاط استفهام مفهومة جدا. اسمع معايا شهادة نعيمة أم صابر. أنا نعيمة سويد من المرسى، عمري 62 أنا، و تعبتني موت ولدي. عندي ثقة في ربي كبيرة وفي روحي، وبعد 3 سنين ظهرت الحقيقة بعد ما تعديت قضية ولدي في كاد فيغيتي، ويكثر ألف خيرهم أنا ولدي محرومة منه العمر الكل وربيت وحميتي. أما منيش مسلمة فيه جملة، أنا اللي نشري حويجي العيد، أنا ديجا أنا أمهم، أنا أبوه، أنا عرست عام 80 3 سبتمبر، أنا أمهم أنا أبوها، وطليقي ربي يسامحه ما وكانش في المستوى. انا قررت انا امه من ابوه، ولهذه ساعة انا امه من ابوه. اما صابر متعلق بحماتي خاطر ملي عمره 45 يوم عند حماتي، معناها اما انا نعمل فيه كل شيء. اما اسمه ولد ماتو، هو يقول ماتو اول واحد ولد ولدي يجي للدار هذيك، فهمتني؟ صابر قرأ الخامسة ثانوي، صابر طوله 1.86 متر، 90 كيلو، ولدي يحب الحياة، ولدي يخبي في الفلوس ملي عمل باتين دا ويخبي وخذ ديبلوم لحجامة يخبي في الفلوس. قولوا له شبيك ما تشريش مريول غالي ولا كرهبة غالية، يقول لهم اللي في الفلوس باش نبني دار لأخواتي خاطر مماته وعدته وكتبت له جيستومون، كتبت له 2012 الدار، فهمتني؟ حانوته مسجلة في دفتر خانة، بني استديو في جنينة الخوه، قالوا يا خويا انت سمعت بيك باش تعرس، إجا خوذ استديو هاني بنيت وين؟ جنينة كبيرة. يا خيا قالوا صغيرة علي، هذاك علاش ولدي طارق كري كي عرس 2019. كهو 2019
أول مرة نفرح في حياتي، أول مرة نفرح في حياتي عرس الخوة في جوان 2019. جيتوا مشاكل من الحيط، تلهيت به العباد وشهرة وتخلصوا منه خاطر شكالوا كي الجمهورية 2019. داري انا ما نسكنش معاه، انا قاعده في داري. جات مرت ولدي قالت تاتا نعيمه خليوها علي انا، طلعت لي للدروج قالت لي يا تاحل، قلت بسم الله نفس البنيه عمرها 29 يوم بنت ولدي اللي عرست في جوان 2019، بسم الله حنيني جيبها مغرب. قالت لي تا راهو صابر اكل الدخان اللي شربوا في الحرقه اللي صارت في استوديو ترشيقه نتاع استوديو، راهي ضيق عليه نفس، راهو راقد في السبيطار الداخلي. يا اخي قلت نجي نقول لك نمشيو نعملوا عليه طله، وهو ما حبتش تقول لي ولدك مات ولا باش نجم تتخرجني. هبطت للدار نلقى صاحب ولدي وولد عمه ولدي، عمته الصغيره وعمته الصغيره ومرت ولدي، طلعوني في الكرهبة قالوا لي باش نهزوك للسبيطار الداخلية. السبيطار الداخلية دار ولدي تنجم الكرهبة تتعدى قدام الدار باش تمشي للسبيطار الداخلية، لكن الأربعة جالي وقفوا قدام دار ولدي وحانوت ولدي. يدخل في المغرب بالسبت ميت من الباب، قالوا نفر مفارق الحياة، قالوا شكونكم، قالوا أنا أبوه، قالوا أنا الصانع نتاعو. منين شنو هذا عريان من فوق، وينو المريول اللي كلابيه تريحة ولدي به. ولدي يدخل للسبيطار الداخلية ويحطوه في شرنيكول سبيطار الداخلية، بعد ما رسموه وكل شيء عيطوا للكرهبة البلدية هزول شرنيكول. في شرنيكول بالسبت، ولدي نهار لحد قبل ماضي ساعتين في قبره، على شنو سوايع ويتدفن ساب، كيف يحضر إذن بالدفن وكيف. قالوا لي ليه مناش باش نهزوك للسبيطار الداخلية، نسخايب فيس عملوا له اكسجين وروحوا بي. يا اخي يا قالوا لي ليه ربي يرحمه. وقتها النقاط اللي انا استدعاني اترفضت 2020 بعد ما حلوا محضر بحث اترفضت. نهارت اللي باش نعرف البيرو التحقيق قديه وشكون شو اسمه بيرو التحقيق التحفظ، ما يصيرش تحقيق جملة، عملتها على المسؤولية الخاصة وتعبت برشا وسمعني مرتين كيما تليفونات ما شافهم حد، عامين في المرسى ملوحين في بيرو رئيس الفرق عليه ما همش في عند التحقيق، راهو خذيتها صخير وراهو شافوا شفاهم مكالمات هكا ولا طلع برشا حقائق. التليفونات ما تشافوش اللي شنو الاخ الصانعة هرب بالليبيا، ثلاث سنين متعذبة انا ندخل للمنصف حمدون، انا كل يوم عند الدكتور منصف حمدون يقول لي شبيهم امن المرسى ما يحبوش يجيو يهزوا العينة تاع الدم عليه، يكلمهم بتليفونه الخاص وانا بجنبه، يجو هزوا العينه باش ما تحرموش صابر من حقوق، خاطر تفسد يفسد كل شيء، اش بيكم مش تعديوا لي 3 شهور هكا يحاول فيهم تليفونه، وانا نعمل هك ديريكت تاكسي للحي الربيع للمنطقه قولوا امان يجي برو هزوا العينه نتاع الدم نتاع، عطوني تقرير اولي فيه ضلوعه مكسره وظهره مكسر ومخبش وطوله 1.86 محطوط 1.71، بالك مش ولدي اللي جبتهولي من شرنيكول،
برا وهز برا روح انت هاك تعبه برا روح توني نمشي وما عنديش كهرباء اليوم كل يوم ما عنديش كهرباء هزيت البيرمي تاع قلت له نمشي نكري لك كهرباء لوكاسيون ديجا ولدي المعارض يخدم لوكاسيون قلت له نمشي نجيب لك كهرباء من عندي ونلقى طليقي والصانع وخالد الطفل اللي شاكي به ولدي بالروح بالروح اش تعمل لهنا قلت له انت اش تعمل لهنا انا نجري على حق ولدي نورمالمون راك انت تجي على حق ولدك مش انا نرعش بكلي من شارنيكول للمرسى من المرسى لشارنيكول من بلاصه لبلاصه وكي نعمل فيديو ولا حاجه نتكلم قدام القبر نتاع ولدي ولا حاجه تصير برشا مشاكل لا انا ولا ولادي تهديدات ودنيا وكل شيء كما كنتوا تسمعوا النقاط اللي تحكي عليها نعيمة مثيرة للريبة صحيح كما قلت لك أنه فما شكون قال صابر عنده محاولة انتحار سابقة بالنسبة لها تكذب هذه المعطيات فما شكون يحكي على أنه الأم متأثرة برشا وهذا طبيعي وذلك ليش مش قابلة هذا الانتحار ربما ولكن اللي تحكي فيه زادة فيما يتعلق بتتبع الإجراءات ما لازم يتعمل لازم يتعمل باش من بعد نتأكدوا هل هي تبالغ في الكلام متاعها وإلا ربما عندها الحق وعلى كل حال تأكدنا أنه حاليا القضية قاعدة تشهد تطور إن شاء الله نأمل في أنه تواصل في هذا الاتجاه على أمل الوصول لحقيقة صابر صابر اللي تقول أم نعيمة تحسه وكأنه مازال بيناتنا كما تقول هي اسمع إذن الله بإذن الله بعد ما تعديت 12 مارس في كات فيغيتي ماشي في ثنية صحيحة ومرتوبة وبربي وبالقانون ماشي بعد ما تعديت خاطرنا 3 سنين متعذبة بعد ما تعديت عيتولي نقول عيتولي الجورجاني وقعد يجي ساعة ونص يبحث فيا أول مرة يقول لي قدين عمرو صابر أول مرة حد يقول لي فين قرا الابتدائي فين قرا الثانوي أول مرة هنا تفرهدت قلت سيئ إذن الله شي ياخذ حق ولدي انتظاراتي ياخذ حقه علاش ريت هو في القبر عندي أنا موجود عندي أنا تهمني سمعته موجودة وهو موجود والدنيا كلها موجودة نقول أنا نعيمة سويد أنا مامي عندي سليمة بنت ولدي وعندي جاء وليدي شبه الصابر كيف عمل عامين الفانتسات مي فهمتني أنا رغم الداء والأعداء بإذن الله نعيش وناخذ حقوقي بالكامل حق صابر وحقي في أملاكي أكبر فرحة بعد 3 سنين رغم مشاكلي والتعب الكل أما قضيت ولدي نحس في مسامر مصدة في مخي يعملوا هكا نحس في قلبي ساعات يتنفخ مش يترشق لكن عزيمتي وأمومتي وثقتي في ربي ونصرني ربي كيف عديتوني انتوما بفضلكم انتوما بفضل ربي باش ينصرني ربي في كل شيء هذه إذن تفاصيل قصة صابر في انتظار التطورات اللي تنجم تكون في هذه القضية وتو نوافيكم بها انتوما زادة كان عندكم قضايا مشابهة قضايا فيها غموض قضايا فيها نقاط استفهام كبيرة الواحد ما هوش فهمها هذا الرقم تاعنا اللي تنجموا من خلاله التواصل معنا تخليونا رسالة واحنا من بعد نعاودوا الاتصال بكم شكرا على المتابعة